الجوف فيها سحر خاص، وثقافة أكل عندهم متميزة. عندهم السمح، وما أدراك ما السمح. واليوم رجعت من الجوف ومعايا مكونات في البكيلة، وحنسوي كمان باوند كيك بالسمح. أول شيء حنضيف شوية سمن وناجن، وهي أصلاً التمرة ناعمة فسهل عجنها. طبعا إحنا كده عجننا التمرة والسمن، حنضيف السمح دحين. شو كيف الشكل والريحة؟ تحفة تحفة تحفة. اليوم الباوند كيك اللي حسويها مالحة، هستخدم فيها طبعا السمح وجبنة حلومي والطماطم المجففة السن دراي توميتو. نقطعها نحمرها على النار، وبعدين نقطعها مكعبات صغيرة. بس حننزل من ما نحمرها مرة كثيرة تحمي النار عشان ما تنحرق علينا. بقطع الطماطم برضو صغير، لأنه هي في الباوند كيك مفروض تكون، أو أنا أفضلها تكون صغيرة صغيرة على أساس إنه سهل في الأكل. ممكن أخذ لون هذا المطلوب، يمكن شوية زيادة. دحين قبل ما تتحمر الحلومي أبغى أشتغل على الكيكة. أول شيء بمكونات الجافة اللي هو الدقيق. أنا مرة متحمسة صراحة. أول شيء الدقيق حننخله، نحط شوية فانيلا وشوية بيكنج باودر عشان تديها النفشة حقتها. هنحط بيكنج باودر يعني تقريبا ملعقة شاهي، حننخلها بس نخبط عليها تنزل دقائق قبل ما تستوي. هحط أول شيء حنبدأ بالسكر والزبدة، هنحطهم أول شيء مع بعض لين ما يصير زي البيست، وبعدين نضيف البيض واللبن والسمح. السمح صح؟ لا ما نسيت السمح. السمح مع الدقيق. حط السكر، حط الزبدة، جبنة صارت جاهزة. ممكن كل شوية نوقف ونمسح الأطراف عشان نتأكد إن كله يكون كله ممزوج مع بعض. حنضيف البيض شوية شوية، بيضة إن كله يكون المزج كويس، مع نضيف الثانية وهذه الثالثة. حنضيف ملعقة لبن زبادي تديها طراوة، تديها ونكهة لذيذة. بس برضو شوية شوية عشان الدقيق يطير علينا. الحين حنضيف الجبنة والطماطم. طبعا الزوايد هذه أنا اللي حاكلها. طبعا الجبنة المحمرة والطماطم الحمراء، شايفين كيف شكلها؟ كده صارت جاهزة، وأنا مسخنة الفرن أوريدي على 180 درجة، حتنخبز لمدة نص ساعة تقريبا تكون جاهزة. صارت جاهزة، حطها الفرن، حدخلها الفرن نص ساعة، أنظف وحوريكم أحلى وألذ بكيلة وباوند كيك بالسمح. بيرفكت. هي حارة فبدأت تتفتفت، حخليها تبرد عشان تتقطع مظبوط. طيب لما تبرد حسويكم البكيلة، سويها بطريقة شوية مختلفة اللي هي individual، حبة بحبتها. أنا سويتها مكعب، ممكن تسويها مدورة، بس أنا حبيت المنظر هذا. قطعت لوز تديها منظر حلو، إيش رأيكم؟ بالله إيش رأيكم؟ شوفوا بس المنظر، والله أحلى بكيلة، بكيلة الجوف. معروف البكيلة تقدم معها السمن يحطوها في النص، بس أنا أحطها على جمع، اللي يحب مثلاً يغمسها بالسمن طبعاً أحلى أحلى وأطعم بكيلة هتاكلوها. خلينا نشوف الكيكة إذا بردت شوية أقدر أقطعها. هنحط شوية الحلومي مع الطماطم على الجنب، تديها منظر ولون حلو، ويعرف الناس يعرفوا أنت عاملينها بإيش. أحلى بكيلة من الجوف وأحلى باوند كيك بالسمح، وألف صحة وعافية عليكم.